نعم. فضيلة الشيخ حسن الله إليك، هل الدم الطالع الخارج من الجسم نجس؟ وهل يجب خلع الثياب عند أداء الصلاة؟ الدم الخارج من الجسم إن خرج من السبيلين أي من القبل أو الدبر فهو نجس، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يأمر النساء في الحيض أن يغسلن دم الحيض، وإن خرج من بقية البدن كالرعاف والجرح وما أشبه ذلك فأكثر أهل العلم يرون أنه نجس لكن يعفى عن يسيره، يعني عن الشيء القليل منه حتى ولو أصاب البدن أو الثوب. وبعض العلماء يرى أنه ليس بنجس، يقول لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن المؤمن لا ينجس، وكان الصحابة رضي الله عنهم في الجهاد تصيبهم الجراحة وتتلوث أبدانهم وتتلوث ثيابهم بذلك الدم، ولم ينقل أنهم أمروا بغسله، ولأن من فصل من الآدم طاهر، فلو قطعت أصبعه مثلا فالأصبع طاهرة، فإذا كانت الأجزاء إذا انفصلت فهي طاهرة، فطهارة الدم من باب أولى، على أن الأجزاء التي تنفصل لا بد أن يكون فيها دم، لكن الاحتياط أن يغسله، إلا أن يكون شيئا يسيرا جرح للعادة فلا بأس أن لا يغسله. نعم. فضيلة الشيخ، إذا توضأ الشخص، لكن لماذا لم تسأل هل ينقض الوضوء أم لا؟ فنقول إنه لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من السبيلين، أما ما خرج من بقية البدن فإنه لا ينقض الوضوء سواء كان قليلا أم كثيرا. نعم.